متابعة فقراتنا رح بتكون مع محطتنا الأسبوعية الحلوة بلبنان، رح نتطرق فيها إلى موضوع يمكن كتير بيهم الأشخاص، خصوصا يلي عايشين بالمدن، قديش عنا مساحات خضراء نقدر نتنفس فيها. ضيفنا محمد أيوب، الرئيس التنفيذي لجمعية نحن. صباح الخير. صباح النور. كيفك اليوم؟ ماشي. قصة حرش بيروت، ما هيك؟ قصة حرش بيروت قصة طويلة. طبعا رح نحكي عن هالموضوع، نشوف شو صار بحرش بيروت، شو المشاريع يلي مفروض انه تتنفذ فيه، ايه اما لا، وكل هالتفاصيل هاي من بعد ما نتابع نحن وياكم هالريبورتاج ونسمع شوي عن حرش بيروت من خلال الاشخاص اللي استضفناهم بهالريبورتاج. خوفنا من الحريق، خوف المجازمة دي من أي حريق مفتعل، من سوء استعمال تصير مركز للباربيكيو، مركز لأفعال منافية للحشمة والأخلاق. كل هذه الأمور دفعتهم أنه يسكروا الحرش. وضع نحن محرجين قدام أهل بيروت أنه المساحات الخضراء قليلة. طيب معقول يبقى الحرش مكفال؟ نحن نؤمن اليوم أنه لازم ينفتح الحرش بعد تأمين موضوع السكيورتي تكون فاعلة، وبعد تأمين المينتنانس صيانة تكون فعلة. Comme vous le savez, depuis 2010, il y a une nouvelle équipe municipale et cette nouvelle équipe s'est montrée très très sensible à la problématique du bois des pins et elle a demandé récemment à la région Île-de-France de l'aider dans la finalisation des équipements de ce bois, puisqu'un certain nombre d'équipements n'avaient pas été réalisés à l'époque. حرش بيروت، رئة بيروت، اوكي، هيدي الواحة اللي بتتنفس منها مدينة بيروت. هل يا ترى المساحة العامة هي لكل الناس بتشاركوا فيها، بيكون بيلتقوا فيها، بعيشوا حياة عامة فيها؟ انه إذا أنا فتحت الحرش للعموم قلت لهم تفضلوا، هل الناس بيكونوا على قدر المسؤولية ويحافظوا على هذه الرئة والمحمية الجميلة، المنطقة الجميلة في وسط مدينة بيروت؟ تفتح البارك ولازم تعطي وقت لفتح البارك، لأنه بالنسبة لنا هذا الحرش لازم يفتح لكل العالم، كل الناس لازم تقدر تفتح. إذن سمعنا بخلال طبعا هاللقاء يلي تبين انه هو دوكيومنتير عاملينه انتم بوقت سابق، بعض المواضيع يلي هي عم تشك، يعني مش مشاكل اذا بدك، لا اعاده فتح حرش بيروت، منا انه ما في بعد قدره حتى يضبطوا الوضع، مينتننس، سكيورتي والى اخره، كل هالمواضيع. انتم اللي كنتوا عارفين شو صار من وقتها لهلا، كيف عم تتحرك الامور؟ طبعا ما نذكر نحن انه حرش بيروت صار له مسكر 20 سنه. طبعا هيدا عم نحكي نحن عن حرش العيد، يعني هذا اللي له علاقه بذكرتنا وله علاقه بهويه الناس اللي كانوا عايشين ببيروت. فالناس كانت بشكل بديهي تروح وتعمل العيد والعاب الاطفال وما كان في ولا اي مشكله، الى ان طبعا قرروا يرمموا. دائما وقت البلد يعني السلطات وقت تقرر تخلق مكان ما بيشبه العالم، يعني بتكون بتعرف المكان بيخلق بشكل طبيعي بيشبه الناس اللي حواليه، لانه بيتطور مع الناس. وقت وقت السلطات بتبلش تخلق اماكن ما بتشبه العالم، بعد ما تخلص بتلاقي مشكله، كيف بدنا نفتح هذه الاماكن للعالم؟ وهيدي بيدل على مشكله، لانه بكل الاماكن اللي تقدم فيها الهندسه المدنيه نحن بنعرف انه ما بنخلق المدينه، يعني البلديات بكثير من البلدان اللي قدرت تحقق انجازات ما بتعمل اي مشروع بلا شيء اسمه بارتيسيباتوري ابروتش، اي المشاركه
مشاكل فعلية مع المواطنين. نحن المشاركة هي مع شركات عندها مصالح خاصة معينة بهمها تطلع مصاري وبتبني بغض النظر عن الإنسان اللي عايش هناك. فهيدا من البداية لنحكي فيه قديش أهمية المشاركة مع العالم مع أهالي بيروت وقتا نحن ما نبني لهم مدينتهم أو حرشهم. مثل ما شفنا بالريبورتاج أنه نحكى أنه حرش بيروت هو الرئة الوحيدة لبيروت وما نخاف ومن نحافظ عليه، نحن موافقين. بس هلا عندنا شوية هيك جنينات تانية، بس هل البلدية موافقة؟ يعني طبعا قبل ما احكي عن شو المشروع لحرش بيروت هلا بس سؤال يعني حتى نبلش ننطلق، انتوا البلدية عم تتخانقوا هلا كثير؟ نحن كنحن مثل ما شايفين انه نحن عملنا ريبورتاج وكان رئيس بلدية اخذنا رأيه. عظيم. نحن منينا ما شغلي مش مخانقة، يعني منينا من النوع الاشخاص اللي بيطلعوا بيصرخوا، بالعكس نحن متعاونين مع بلدية بيروت ونحن هلا في لقاء باثنين الشهر كمان دعتنا عليه بلدية بيروت وحتما حنشارك، نحن مع لغة الحوار، منينا ضد حدا. نحن مع فتح الحرش هالقد، فكل حدا بده يحاورنا لفتح الحرش يعني هل هدف الوحيد تبعنا، نحن جاهزين، ماننا مسكرين ولا عنا اتهامات ضد العالم، يعني الاجريسيف اذا بدك او العصبيه او المواجهه اللي نحن ما بنسكت على حقوقنا اللي هي حقنا يكون عندنا مساحات خضراء، وبذات الوقت ما ماننا جايين نكون ضد حدا قد ما مع فتح حرش بيروت. انت جايب معك وثائق حابب تحكي عنها بس حتى نعرف بالضبط يعني المشكله وين واصله، مين بده يعمل شو على الارض. انت عم بتقول انه في مخطط انه يتغير الحرش من الداخل وينعمل فيه اشياء تانية، هالشيء هذا هل هو مع او ضد لصالح المواطن او مش لصالح صحيح. المواطن ليش انتم عم بتعارضوا هالمخطط اللي نشرته بلدية بيروت؟ انا اللي بدي اقوله انه بال2012 كمان موجوده على اليوتيوب فينا الناس تشوفوها، بمسرح المدينه وعد رئيس بلدية بيروت بثمان شباط انه يفتح حرش بيروت من هلا لسنه بعد استكمال وضع المواد الصلبه جوات الحرش وبعد استكمال دفتر الشروط. قامت جمعيه نحن قدمت الرود ماب او خريطه الطريق واجوا الفرنسيين منطقه ايل دو فرانس طورت كمان، وهذا بدل على التعاون. نحن عم نقدم دراسات، مش شغله جمعيه تقدم دراسات لفتح حرش اللي هي بتجاوب على المخاوف اللي عند العالم وعند رئيس البلديه واللي عندنا اللي هو انه ما يتكسر ما يكبوا العالم على الارض الى اخره. فقدمنا دفتر الشروط وكمان الفرنسية تعاونوا معنا ليطوروه ووافقت عليه البلدية، ولكن من 8 شباط 2012 لهلأ صرنا سنة ونص ما انفتح الحرش ولم تضع البلدية المواد الصلبة الحد الأدنى. المواد الصلبة شو يعني المواد الصلبة؟ يعني الفرنتشر، يعني مثلا مكبات الزبالة، المقاعد، ترجع تزبط الحمامات، ترجع تزبط اللي بيسقوا الزريعات إلى آخره. سألته عن السبب، شو طبعا السبب؟ ما في يعني أنا لقلي ما في سبب مقنع، يعني ما في سبب. طب اذا انت يا بلديه بيروت جديه بموضوع فتح، هلا حتما اخذوا قرار من 3 اشهر خط يعني مكتوب، قبل كانوا يقولوا ما بدنا نفتحه هلا اخذوا قرار، هيدا شيء جدا ايجابي كمان مهم نلاحظه. ولكن بس هيدا بده بدنا نشوف المواطن، ونحن نحن بدنا يعني هلا عم بدنا نبني ساقتنا ببلديه بيروت، نحن ما بدنا ضدها، بس لنبني ساقتنا بدنا نشوف شيء عملي على الارض. طيب العمل على الارض، طب ليش من سنه ونص اذا قلنا فتح الحرش بيتطلب دفتر شروط وشركه دير وهيدا عم تاخذ وقت معكم، ليه المواد الصلبه لهلا ما انحطت بقلب حرش بيروت؟ ما هلا انفتح عشان المهرجان اللي هلا في يوم بهاليومين نعرف نحن في مكتبة السبيل عاملي مهرجان كمان لتشجع على فتح الحرش. طب يا بلديه بيروت، طب هو الناس اللي عم بتفوت ما بدهم يستخدموا هالمواد الصلبه، طب ليش ما عم اذا فهو حاجه لانه صار موجود، طب ليش ما عم بيصير؟ فهي هيدي من ناحيه، فنحن شايفين تقصير ونحن شايفين تلكؤ اذا بدك، وفي تباطؤ طبعا له كثير اسباب، وعدم يمكن الاخذ بجديه موضوع فتح الحرش بيروت. ثاني شيء وهو المفاجئ لنا انه نحن قلنا بال 2012 اذا بدنا نفتح حرش بيروت ونحط المواد الصلبه اللي حضرتك سالتيني اياه، هيدا طبعا من الكتاب رؤيه وانجازات 2010 اذا بتحب ترجعي للكاميرا اللي هو صادر عن بلديه بيروت لتحكي عن انجازاتها. هيدا صحيح بنتفاجئ اذا بنفتح نرجع الصفحه الثانيه. بس بدي ابين انا صادر عن البلديه حتى نعرف انه شو عم نحكي وكل واحد هيك يعرف شو بده يجاوب كمان. صحيح. بعدين صحيح هيدا المخطط يلي انت حابب تحكي عنه يلي بيقول انه في ملعب بحيث يتحول الملعب البلدي من طريق جديدة إلى حرش بيروت. يعني أنت على كل مساحة لا أكيد، ولكن قدام مساحة الملعب البلدي هون مبين بالخريطة زغطور. أي
بس نحن بنعرف انه الملعب البلدي منه مساحه صغيره، وقد ايه مساحه الحرش؟ بيقولوا 330,000 350,000. امبارح انا عملت على الخريطه طلع معي 288,000، يعني اذا الملعب البلدي شيء 100,000 قد ايه بيبقى من مساحه حرش بيروت؟ بتصير مساحه حرش بيروت مساحه صغيره. نحن شو كنا عم نقول بالريبورتاج؟ حرش بيروت هو الرئه الوحيده لبيروت، هو المتنفس، وخايفين من العالم تكسره. طب ليه عم نكسره؟ ما لقينا محل نعمل ملعب بلدي، اوريدي موجود الملعب البلدي، يعني ليه ما نغيره؟ طبعا ليش؟ بسبب بسيط، لانه كل الهم، يعني تخيلي كل الهم للبلديه حاليا هو كيف تامن مواقف سيارات، هو كيف تامن خطه سير، كل هالاشياء، واللي مش غلط. ولكن بس يعني هيدا الشيء اللي نحن هون شايفينه على ايه؟ على هالخرائط، انتم عم تقول عم تتحاوروا دائما، تحاورتوا مع المهندسين يلي عملوا هالخرائط هاي يلي حاطين هيدا البلان لحرش بيروت، وقلتوا لهم انه هيدا كثير كبير او الى اخره، شو كان التعليق يعني انه على انتقال الملعب؟ هي ما نضل نطرح اسئله انه ليش بدنا ننقل يعني شو الجواب؟ لا، الجواب انه لقلهم في بالبيروت مثل ما عملوا بجنينه اليسوعيه، انه بالنسبه لقلهم في مشكله باركينج، وهل الهم هو انه كيف نحل هذه المشكله. مشكله الاخضر، مشكله اماكن للاطفال امنه نلعب فيها، وللشباب اماكن يعملوا فيها نشاطات، هذه مش مشكله مطروحه بالنسبه للبلديه. يعني الشان الاجتماعي، الشان السيارات، لانه بتعرفي رجال الاعمال وبدهم يصفوا سياراتهم، اما الشان اللي له علاقه مثلا هلا الطفل، انا بسال سؤال، وين بيلعب على الشارع؟ الشاب وين بيعمل انشطه؟ اما هيدا كله وقت ما يكون عنده المكان لا يعمل هيدا الا تحت البنايه وعلى البرندة وعلى السطح، ما هيدا بيخلق عنف، يعني بيخلق اجريشن، بيخلق ميول نحو العنف، بيستغلوه بعدين بغير مواضيع. ولكن طيب معقولي انا ما موضوع بريوريتي، يعني اولويه، هل الاولويه انه نخلق اماكن امنه ونظيفه وصحيه للاطفال وللناس؟ انتوا على تواصل دايم مع الناس، يعني عارفين رايهم بالموضوع، شو حابين، قادرين، يعني رئيس البلديه حملهم انه مسؤوليه انكم تفوتوا على هالحرش وتحافظوا عليه. صحيح، عم بتوعوا المواطنين انه واللي عم بيطالب انه ينفتح الحرش انه بده يفوتوا ويحافظوا عليه، يعني نكون على قد هالمسؤوليه وهونيك ورايح. طبعا كل واحد بده يحافظ على هالرئه يلي بدها تكون موجوده بقلب المدينه. براينا مش هيك بتصير الاشياء، يعني هذا هيك عم تنطرح. بس الاشياء ما بتصير انه بدي وعي المواطن، الاشياء اول شيء بتصير بانه الدوله بتتحمل مسؤوليتها، بتعمل قانون وبتطبقه. حزام السير، كلنا هلا بنحط حزام السير. ابسط مثل، بكليه العلوم انعمل بروجرام تلفزيوني بلا ما نذكر شو، بالبيكيني بمنطقة معروف وين، بالحدث بالجامعة بالميلة الضاحية، ولا ضربة كف، وكلهم أشهر الممثلين. ليش؟ لأنه في مصاري. ليش الدولة متتفضل بتقوم بالببليك سبيس والأماكن العامة بمسؤولياتها؟ للأسف في شيء نحن بسموه، نحن لأن وقتنا خلص، أنا بدي أعرف التلاتة في اجتماع، هل متوقعين بهالاجتماع تتوصلوا إلى شيء يعني حل على الأرض تقدروا تاخذوا وتعطوا ونشوف شيء قريب يعني بما يختص بحرش بيروت؟ نحن نتوقع إعادة الثقة لإلنا من البلدية. نحن هلا هيدا الاجتماع متوقعين فيه إنه بلدية بيروت بدها تأرجينا خطة عملية لموضوع فتح حرش بيروت، لأنه نحن عم نحكي عن أكبر مساحة خضراء ببيروت. إذا عم نحكي من ناحية الخضار، وانا بهمني اذكر بس معلومه علميه قبل اذا في وقت. طيب اذا عم نحكي باكبر مساحه ببيروت للخضراء ما انفتحت، معناتها على الصعيد البيئي بلديه بيروت فشلت تعمل اي انجاز بيئي. دكتور بلال ان شاء الله يكون عم يسمعنا حتى نشوف اذا بيقدر اكيد يعطيكم الاجابات على كل هالتساؤلات. بانتظار لك كان نهار الثلاثاء والاجتماع المنتظر من الجميع. ميرسي لك على وجودك معنا اليوم. كمان مره مشاهدينا رح ناخذ بريك ومن بعدها بنتابع فقره.